هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاكي، بعدين معاكي. يعني ما بقتش سامع، عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. حسب بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. حسب بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. باركيلي يا صفصف، باركيلي. ألف مبروك يا أم سامح، بس أبارك لك على إيه؟ ابني سامح ماله؟ اتخرج تاني من الكلية؟ لا يا حبيبة قلبي، اتوظف، اشتغل في وظيفة حلوة قوي، عوض تعبي وصبري وشقايا طول السنين اللي فاتت. مبروك مبروك يا أم سامح، انت تستحقي كل خير. لازم بقى أجيلك النهاردة بالليل أنا وحاتم عشان نبارك لك انت وسامح ابنك. ده انتوا تنوروني يا حبيبة قلبي. طيب بعد إذنك بقى يا صفصف. حاتم يا حاتم. الله، وفين حاتم ده؟ يعني انت هتفضلي كده محيراني كتير؟ مش هتقولي لي مالك يا حلوة؟ مش هتقولي لي ايه اللي مزعلك مني؟ يا خبر يا ويات، ايه اللي بسمعه ده؟ معقول حاتم بيخني؟ على العموم انا مش هضغط عليكي، اتقالي عليا براحتك، اتقالي يا قمر. يا ربي، طب بيخني مع مين؟ مع زميلته في الشغل، ولا مع جارتنا، ولا مع حبه القديم؟ بس حاتم لا كان عنده حب قديم ولا جديد. اللي مصبرني عليكي انك قوية قوية وصحتك حلوة. انت بتتكلم مع مين يا حاتم في التليفون؟ انا بكلم الغسالة. بتخني مع واحدة غسالة يا حاتم؟ لا يا صفصف، ما تفهمنيش غلط. امال هي اللي خانتني كمان؟ يعني بتلعب بيك؟ ايوة، بتسرق شرابات يا صفصف، من كل شراب بتاخد فردة وتسيب لي فردة. ده اكيد ست مش طبيعية، دي مريضة، مريضة نفسية. انت بتخني مع واحدة مجنونة بتسرق الشرابات؟ لكن انا مالي، انا مالي ولا يهمني. طلعني طلعني دلوقتي حالا. ايه ده؟ طلعك ايه؟ يا صفصف ايه اللي حصل؟ يا استاذ، انت اعترفت دلوقتي انك بتخني وظبطتك وانت بتكلم واحدة غسالة. واحدة غسالة ايه؟ غسالة يا ست، دي اوتوماتيك. وكمان اوتوماتيك؟ ايوه اوتوماتيك، انا بكلم الغسالة بتاعتنا يا صفصف اللي بنغسل فيها الهدوم. النهاردة تاسع شراب يطلع لي منها فردة واحدة بس، الغسالة دي بتسرق الشرابات. يعني انت مش بتخني يا حتو؟ يعني انت مش بصباص؟ بصباص ايه يا صفصف؟ بصباص ايه؟ يا ريتني كنت بصباص. في راجل يبصبص وهو بفردة شراب واحدة؟ يا سلام، يعني لو كنت بفردتين شراب كنت هتبقى بصباص؟ نيجي عليا لو لبست فردتين شراب زي بعض؟ اه هشوي الهوايل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتيني يا صفصف انت وحاتم. مبروك يا ام سامح، مبروك يا سامح التخرج والوظيفه حبيبي. يلا بقى يا ام سامح،
دوري له على عروسة عشان نفرح بيه. شوفي له كده واحدة من قرايبكم أو من جيرانكم كده جوزيها له خلاص. تقصد عم توما جوازة صالونات بقى؟ أيوة يا سيدي جوازة صالونات، أمال جوازة بلكونات يعني؟ أي حاجة احنا لاقيين، المهم ندور لك على بنت الحلال وتتجوزها ونفرح بيك وأمك تشيل عيالك يعني. معلش يا جماعة سامحوه، أصل حاتم موضة قديمة ديمودي. يا سلام، هو الجواز كمان بقى فيه ديمودي ومش ديمودي، هو عرض أزياء يا هانم، اسمه ديفيلي. مهم جدا عمو حاتم، قبل ما افتح بيت اعرف اختار شريكة حياتي كويس. تفكير سليم جدا ومنطقي. وانا عندي معايير. ايه والله؟ معايير، انا عندي معايير. تفضل. وبناء على المعايير دي هختار شريكة حياتي. حلو. اللي هتبدا معايا الرحلة ونبني فيها بيتنا ونبني اسرتنا. المعايير دي يا حاتم بتختلف من كل شاب والتاني، بين كل بنت والتانية. بالظبط، لان صوابع الايد مش زي بعض اوراق ايدك كده. طبعا دي صوابع طويله مختلف. لكن مهم جدا اعرف نفسي الاول واعرف عيوبي واحاول اقضي عليها كمان عشان اعرف احقق هدفي في الحياه. حضرتك فاهمني؟ بحاول. وبناء على كل ده سامح يختار شريكة حياته اللي هتتناسب معاه ويتوافقوا مع بعض. انا مش عارف حضرتك ليه مش امي والله بجد. حضرتك يا ولا. وفي النهاية لازم ندرس شخصية بعض كويس، لان انا اللي هتجوزها علشان بعد كده ما تحصلش خلافات وطلاق ومحاكم ونفقة وحاجات بقى توجع القلب. حاجة غريبة والله، هو انت اللي هتتجوزي يا مدام ولا هو؟ ما تتكلمي يا مسامح. انا سايباهم والله، انت عارف انا بحب صفصف قد ايه حبيبتي. قلبي وان كان على قلبي بقى، طبعا قلبي بيتمنى اليوم اللي فيه حبيبي ونور عيني يتجوز سموحة. قلبي بيتمنى اني اشيل عياله، لكن عقلي بيقول لي لازم فعلا سامح يختار صح. أيه. عشان يعيش صح. طبعا طبعا، يعني انا دلوقتي اللي بقيت موضه قديمه وراحت عليا. دقه قديمه يا ستي، حقكم عليا. جواز صالونات، جواز مطابخ، في الاخر يا ابني هتمشي بفرده شراب واحده. منك لله يا اخي، كسفتنا بشراباتك. هو انا لاقيها؟ كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو الصور. انا واحده ذكيه مليون في المية، شطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، انت لفتي الانظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. انا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصلي حاجات. شخلي جيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصلي حاجات. صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.